يعاني المواطنون في عدد من المحافظات من تكدس القمامة التي اختلطت بمياه الصرف الصحي، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية تهدد حياة المواطنين. البيضاء أنموذجا. لم يكن هذا المشهد لمغلب النفايات أو منطقة غير مأهولة بالسكان، لكنها صورة لواقع مرير تشهده مدينة البيضاء عاصمة المحافظة، وصورة مسقرة لما تعيشه بقية المدن في البندريات، أكوام من المخلفات وأكياس النفايات تتوسط شوارع المدينة بشكل غير مسبوق، وتتناثر الأكياس البلاستيكية بشكل يعكس حجم المخلفات في الأحياء والشوارع الفرعية، ما ينبئ بكارثة بيئية وصحية تهدد حياة السكان. احنا في مدينة البيضاء وخصوصا ايام الامطار نعاني من وجود القمامات بشكل يعني فظيع لا يتصوره اي انسان. مخلفات المخلفات البلدية لا تقوم بواجبها حتى، وخصوصا في الشارع العام، وكما ترى ذلك. لذلك نرجو التعاون معنا من صندوق النظافة في حل هذه المشكلة. تعددت المبررات من قبل المعنيين في صندوق النظافة، أبرزها انعدام المشتقات النفطية في ظل الحصار المفروض على البلاد، فيما يرى المواطن أن ذلك تجاهل لمعاناتهم، وأن تلك المبررات لا تعفيهم من القيام بدورهم ولو بشكل جزئي، ومخاوف من أمراض وبائية يعجزون عن علاجها في ظل ظروف اقتصادية صعبة. أعاني من تكدس النظافة، من تكدس القمامة في محافظة البيضاء أمام المحلات والمنازل، وإهمال وتقصير المسؤولين عن النظافة. أعلم بأن الديزل معاهم متوفر، وأكثر مرة نكلمهم ولكنهم لا يبالون، برغم أنها سبب أمراض. مخلفات ونفايات تفترش شوارع المدينة وتتناثر في ساحاتها العامة أعاقت الحركة، في ظل من الإرشادات المتكررة للمعنيين لسرعة التدخل ورفع المخلفات، إلا أن الأسرع متجاوب الجهات المختصة ظهور مستنقعات من مياه الصرف الصحي في شوارع المدينة وأحيائها، فاغم المعاناة وضيق الخناق على المواطن، وكذلك هو الحال أصحاب المحلات التجارية ممن اضطروا لإقلاقها بعد أن عجزوا عن إيجاد حل أو جهة تدرك ما تسببه مياه الصرف الصحي التي تحاصر محلاتهم وتبعث بك روائح كريهة يصعب على المواطن تحملها. احنا والله أصحاب محلاتي نعاني من كثر الأضرار هذه، من كثر ودفعنا من جيوبنا لأصحاب البلدية، ودينا من ألف أول أمس يرفعوها لنا ولا يقوموا بواجبهم. القمامة هنا واصل، كإحنا ما نشتكي، كإحنا ما نصيح، كإحنا حتى أنا مسكم تعبان واصل. ادينا اصحاب البلديات تعالوا ارفعوا لنا هذا، تعالوا سووا هذا، ادينا من جيوبنا، دفعنا من شقنا، ولا يعني مكنتها ضعيفه. تعددت المبررات بين عدم توفر المشتقات ونقص في المعدات وتبادل المسؤوليات بين مؤسسه المياه والصرف الصحي وصندوق النظافه، الا ان المعاناه والمعاناه وحدها هي النتيجه الحتميه لاستمرار تجاهل السلطه المحليه للمدينه من النظر بمسؤوليه لرفع المخلفات، واستمرار صندوق النظافه ومؤسسه الصرف الصحي في اختلاق الأعذار والتفنن في طرح المبررات ينبئ بكارثة بيئية وصحية يهدد حياة المواطنين. عبد العزيز الملجمي، اليمن اليوم، محافظة البيضاء. وفي